أهل السنة والجماعة جمعوا بين الأمرين، جمعوا بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد، فقالوا مرتكب الكبيرة التي دون الشرك مؤمن ولكنه ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وإذا مات فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، لكنه لا يخلد في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الحديث يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، قال صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان. فالإيمان يكون قويا ويكون ضعيفا، ومن فيه إيمان فإنه لا يكفر، ولو فعل بعض المعاصي لا يكفر، لكنه ينقص الإيمان، فلا يعطى الإيمان الكامل ولا يسلب الإيمان بالكلية، جمعا بين النصوص. ولهذا يقول الشيخ تقي الدين رحمه الله فلا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان، لا يعطى الإيمان المطلق الكامل كما تقوله المرجئة، ولا يسلب مطلق الإيمان كما تقوله الخوارج والوعيدية، بل يعطى بقدر ما عنده. وهذا مذهب الحق والاعتدال والجمع بين النصوص، الجمع بين النصوص. فالمعاصي تنقص الإيمان وتضعفه رداً على المرجئة، لكنها لا تخرج صاحبها من الإيمان رد على الخوارج. المعتزلة أحدثوا، مثل ما قلت لكم، أحدثوا المنزلة بين المنزلتين، قالوا لا مؤمن ولا كافر، ليس بمؤمن ولا كافر، ما في أحد ليس بمؤمن ولا كافر، إما يكون مؤمنا وإما يكون كافرا، ما في منزلة بين المنزلتين، خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، إما كافر وإما مؤمن، والمؤمن إما مؤمن كامل الإيمان وإما مؤمن ناقص الإيمان، لكن قال لا مؤمن ولا كافر ما له أصل. نعم.